الجولة الثامنة مساء للأنباء من قناة التاسعة، أصحابكم فيها أنا مكي هلال، ونبدأها كالعادة بالعناوين. بمناسبة عطلة عيد الأضحى، محطات النقل البري تشهد اكتظاظا، ووزارة النقل تؤكد تأمين سفرات إضافية. تنوع ووفرة في العرض في سوق الأضاحي، وتذمر المستهلكين من غلاء الأسعار. الحكومة تقرر التخفيض في أجور الوزراء وكتاب الدولة، وتؤكد أن قائمة تصريح أعضائها بممتلكاتهم ستكون جاهزة وفق الآجال المحددة. أسعدت أوقاتكم جميعا مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تشهد محطات النقل البري اكتظاظا رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، فالسفرات الإضافية المبرمجة لم تبدد قلق المسافرين بسبب قضاء ساعات في المحطات ترقبا لمواعيد الرحلات. وتيرة الاكتظاظ بدأت تتصاعد في محطات النقل مع اقتراب عيد الأضحى، وباختلاف وجهات المسافرين تتحدد المقاعد الشاغرة في سيارة الأجرة. قفصة مثلا ماش لوجات جملة، ما فهمناش علاش شريت للقار في بالي نقص في الترا نلقى كومبليم 16800 على سيدي بوزيد، توا قال لك الركبة ب 25000. رغم فتح الخطوط أمام سيارات الأجرة وتعزيز أسطول الحافلات بسفرات إضافية، إلا أن ساعات الترقب كانت طويلة على المسافرين قبل أن تبدأ رحلة الازدحام هذه. هكا تشوف لعبة كل في تستنى، مانيش عارفين وين احنا، يا نروحوا يا نبقوا لهنا ما نعرفوش. أربع سوايع نستنى في كار سبيبة، في كار القزرين ما ثمش. ثم كار يعني الأربعة ونص الغاوها، وكيف كيف كار الستة ونص الغاوها، والعباد يعني قاعدة تستنى للأسف. المشهد لم يختلف في محطة القطارات خلال زيارة وزير النقل. غضب المسافرين ردت عليه شركة السكك الحديدية بالتأكيد على برمجة سفرات إضافية للقطارات. على 918 رحلة برمجنا 63 رحلة إضافية بما يمكن تقريبا أكثر من 254 ألف مقعد متوفرين يعني بمناسبة العيد، سواء ذهابا ولا إيابا. مع اقتراب العيد يطال الازدحام الطرقات وتتعطل حركة المرور فيها، أما الاكتظاظ في محطات النقل فمرجح للارتفاع أكثر غدا وبعد غد، ما يستدعي الترفيع في عدد السفرات خلال الأيام القادمة. ومعنا الآن مباشرة من محطة النقل البري باب علي والسيد أنيس غديرة وزير النقل. سيد غديرة، زرتم محطة القطارات والآن في محطة الحافلات، كثير من التذمر من المواطنين من إلغاء بعض مواعيد الرحلات وتأخر ونقص في تغطية حاجات المسافرين. أنتم من خلال هاتين الزيارتين، ما هي أهم الاستنتاجات التي خرجتم بها؟ شكرا لكم وكل مشاهدي الوطنية. بالطبع احنا في كل موسم عودة مدرسية او عيد يتم برمج انجاز برنامج كامل متكامل اللي تحطوا الاستراتيجية متاع وزارة النقل وينفذوه بالطبع بالتجارب وبالتعاون مع الشركات الوطنية والجهوية. احنا اكيد اليوم معناتها في فتره الذروه، معناتها والطلبات المواطنين كبيره برشا، واللي ناكد لكم انه كل مواطنين باش تعيد في ديارها وهذا هو المهم. معناتها احنا في برنامجنا حطينا اكثر من 2908 رحله اضافيه برمجت على كل الشركات الجهويه والوطنيه، اضافه الى اجراءات اخرى مكنا مثلا اللواجات انهم يشتغلوا على كامل الجمهوريه حسب برنامج اللي حطيناه. عندنا برمجة أكثر ب 49% مقارنة بسنة 2015. هذوما الإجراءات إن شاء الله باش تخفف وباش تسهل وتحسن الخدمات في موسم عودة العيد واللي تزامنت مع العودة المدرسية. هذايا إضافة إلى إجراءات أخرى، خاصة فما تركيز خاص
سناء على السلامة والأمن. إذن تم تكليف 200 عون وموظف من وزارة النقل والإدارات الجهوية أنها تتكفل بتأمين تنفيذ البرنامج العودة المدرسية. إضافة إلى ذلك تم تركيز لجنة متابعة تشتغل 24/24 اللي باتصال مع كل الأطراف من الشركات الوطنية والجهوية والأمن لتوفير أحسن الظروف للعودة إن شاء الله. كل هذه الإجراءات التي ذكرتم سيد الوزير وكل هذه اللجان للمتابعة ترونها كافية في ظل ارتفاع محتمل جدا لعدد المسافرين وبلوغ الذروة في اليومين القادمين؟ البعض يقول أن طاقة الاستيعاب لن تفي بالغرض، ما قولكم؟ ونحن القناة التاسعة للوطنية. أنا أكد لكم أنه التوانسة الكل باش يعيدوا في ديارهم، أكيد فما عديد من العائلات اللي مدام العطلة متاعهم عطلة آخر الأسبوع بدأت تحب تروح وتلتحق بالعائلات بتاعها في أقرب وقت، لكن بشوية صبر وكل ومع تضافر الجهود مع أني تشوف كل معناتها لكادر متاع وزارة النقل متواجدين ومتجندين باش يحسنوا، وإن شاء الله ما فما كان الخير. فما بعض التذمرات هذا مفهوم، الناس كلها معناتها هذا وقت ذروة عادي جدا مفهوم، ولكن نعطيك انه اليوم حتى بالمقارنه ب 2015 فما زياده ب 49% من طاقه الاستيعاب، هذا يأمناها باش نحسنوا الخدمات ان شاء الله. نعم سيد الوزير، مره اخرى بالاضافه الى زياره محطه القطارات ومحطه الحافلات، هل تنون زياره محطه سيارات الاجره؟ كثير من التشكيات بلغتنا من المواطنين الذين استجوبناهم في التقرير انه سواق سيارات الاجره يعمدون الى الزياده والترفيع في التعريفه، بالاضافه لغياب كبير للتنظيم تنظيم العمليه في اوقات الذروه هذا. أكيد احنا راهو مسؤولين على كل قطاع النقل، واحنا حتى الإجراءات اللي خذيناها أنه مكننا بترخيص استثنائي كل وسائل النقل المعروفة باللواج، نقل جماعي الغير المنتظم معروفة باللواج، أنها نمكنوها للتنقل كامل للجمهورية. بالطبع المحطات هذه تحت إشراف لوتيكا معناتها منظمة الأعراف، واحنا قاعدين نراقبوا في العملية وعندنا أعوان المراقبة متاعنا موجودين، وإذا كان يتم معناتها نتفطنوا على أي عملية تحايل ولا تجاوز القانون، أكيد معناتها باش نسلطوا العقوبات على اللي يقوم بالتجاوزات هذه. هذا التزامن ما بين العودة المدرسية والعيد كان منتظرا. سيد الوزير ما يزال معنا؟ بالطبع احنا راهو التحضيرات للعودة المدرسية والعيد راهي بدأت من تقريبا من 3 أشهر. إذن معناتها البرمجة اللي حطيناها اليوم هي معناتها هي ثمرة عمل معناتها بريسك تقريبا معناتها صيف كامل نشتغلوا عليها لتأمين عودة مدرسية ناجحة. أكيد فما تركيز كبير زاد على أبنائنا، خاصة التلاميذ اللي يقطنوا في المناطق الداخلية، فما تم تعزيز الأسطول لأسطول الحافلات ولا شركات الجهوية والوطنية بحافلات مستعملة وحافلات جديدة اللي حسنت من العدد ومعدل الأعمار متاع الأسطول متاع الشركات متاعنا. هذا إن شاء الله السنة معناتها باش يحسن في النقل المدرسي، خاصة اللي نعطيوه أهمية ويمثل تقريبا 80% من نشاط الشركات الجهوية متاعنا. تابعتم بالتأكيد الحادث الذي جرى اليوم في منطقة بير علي بن خليفة وأسفر عن 40 مصابا على ما أعتقد، البعض يقول السبب هو زيادة الحمولة واهتراء أسطول الحافلات، ماذا تقولون للمتضررين؟ أكيد احنا والحمد لله أن الحادث هذا ما أسفرش عن ضحايا، هما تقريبا الحافلة كانت فيها 40 راكب مش 40 جريح، معناتها العدد متاع جرحى أقل بكثير، والحمد لله أنه مر معناتها بسلام بأخف الأضرار على الأقل. أكيد احنا كما قلت من الأول أنه توصياتنا الأكيدة السنة الموسم هذايا أنه نشعوها خاصة من الناحية الأمنية وسلامة المواطنين، هذايا موضوع أعطيناه الأهمية كبيرة برشا وتوصياتنا كانت واضحة، و 200 عون اللي سخرناهم للعملية وإنجاح العملية هذه دورهم الأول هو التأمين والوقوف على
سلامة المواطنين وأمنهم. أكيد أنه هالحوادث هذه تصير، احنا ديما نطلب ربي أنها حتى كان صارت تجي معناتها باللطف كما يقولوا التوانسة، ولكن الحمد لله معناتها إن شاء الله معناتها تتعدى هالعودة المدرسية وعودة العيد معناتها في ظروف طيبة، وكل العائلات التونسية اللي باش تستعمل وسائل النقل العمومي معناتها تعدي عيدهم مبروك إن شاء الله. نأمل ذلك أيضا. ونشكرك سيد أنيس غدير وزير النقل، تحدثت إلينا من محطة النقل البري باب عليوة بالعاصمة. نعود للخبر الذي أوردناه في شكل سؤال منذ قليل، فإصابة 41 شخصا بجروح كانت حصيلة الحادث الذي جد اليوم على مستوى معتمدية بير علي بن خليفة. صورة الحادث تمثلت في انقلاب حافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن، وأكد مصدر طبي أن 20 مصابا تلقوا الفحوصات في مستشفى بير علي بن خليفة، في حين تم نقل بقية المصابين إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بصفاقس. مع نصف النهار و30 دقيقة جاونا 42 جريح، معناها الجروح نتاعهم متفاوت الخطورة، ما هيش حال، ما ثماش حالات مخطرة. القسم الاستعجالي برشا نقايس ماتريال، موين ترونسبور، عندنا امبولانس ولا اثنين معناتها، والباقيين كلهم اونبان. عيد اضحى بلا حوادث هو شعار الحملة الوطنية التوعوية المرورية التي اطلقها المرصد الوطني لسلامة المرور والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، حيث تركزت الحملة اليوم في محطتي الاستخلاص بمرناق وسيدي ثابت لتوعية مستعملي الطرقات. يذكر أن الجمعية نظمت خلال العطلة الصيفية أكثر من 800 حملة ميدانية في كل الولايات، تزامنا مع ارتفاع عدد حوادث المرور التي بلغت منذ أول السنة إلى غاية السابع من سبتمبر الحالي بلغت 4860 مخلفة 968 قتيلة. جميع المتطوعين متاعنا في كل بوابات ومحطات استخلاص في طرقات السيارة، وكذلك وين يتباعوا أضاحي العيد في كل رحبة تلقى متطوعين لابسين هكا لورانجي ويورقوا يوزعوا الأوراق ويوصيوا ويذكروا، في نفس الوقت موجودين في محطات النقل البري سواء مع اللواجات مع التاكسيات مع النقل الريفي، موجودين مع الكيران في كل أماكن موجودين، دورهم باش يذكروا الناس باش يكون العيد آمن. أعلنت شركتا النقل الجهوي بكل من صفاقس ونابل تعزيز أسطول الحافلات من خلال اقتناء حافلات مستعملة من فرنسا، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة. استعداداً للعودة المدرسية والجماعية 2016-2017 سيتم تزويد أسطول الشركة الجهوية للنقل بنابل ب 53 حافلة خلال العامين المقبلين، بينها 12 مكيفة، وذلك بعد دعم الأسطول بثمان حافلات مستعملة تم توريدها من فرنسا وفق ما أعلنته الشركة الجهوية للنقل بنابل. يأتي ذلك بعد صيانة 70 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي لتبلغ نسبة التأمين المدرسي والجامعي 85%. بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية على بكري منذ شهر جوان، حاولنا أن نصلح ونقوم بالصيانة اللازمة للأسطول الحافلات متاعنا. تهرم الأسطول يخلق لنا العديد من المشاكل، خاصة من حيث تعطل يعني اغتراب السفرات، ونلتجئ في بعض الأحيان إلى إلغاء بعض السفرات نظرا للأعطاب اللي تقع على الطرقات. وفي صفاقس أيضاً تم الإعلان عن الاقتناءات الأخيرة لـ 2016 والمتمثلة في شراء 12 حافلة مزدوجة للنقل الحضري بقيمة حوالي 420 ألف دينار وفق الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. الاقتناءات المبرمجة بصفاقس 26 حافلة، 20 منها مزدوجة للنقل الحضري والجهوي. النقل المدرسي هو النقل الأساسي بالنسبة للنقل العمومي الجماعي في جي صفاقس، باعتبار أنه ما زلنا ما خلطناش اللي نحبوا نخلطوا له في مستوى النقل الجماعي المتطور، باعتبار أنه الاكتظاظ المروري الموجود في المدينة يستوجب قراءة جديدة للنقل، وخاصة النقل الجماعي العمومي، وهذا اللي ربما قاعدين نعمله عليه. تعزيز الأسطول بكل من صفاقس ونابل مناسبة للتذكير بتهرؤ أسطول النقل والنقص على مستوى العدد في عدة ولايات أخرى، خاصة مع تزامن المناسبات والأعياد.
في موضوع ذي صلة، افتتح محول محمود الماطري بأريانا أمام حركة جولان العربات ليدخل بذلك حيز الاستغلال الفعلي قبل أجاله المحددة بنحو 4 أشهر. المشروع من شأنه أن يسهل حركة المرور التي كانت تشهد أزمة خانقة باعتبار المحول منفذا لعديد المناطق. محاول محمود الماطري متنفس حقيقي لعبور آلاف العربات على مستوى المستشفى، سواء بالنسبة للقادمين من أحياء النحل والغزالة ورياض الأندلس وأريانا والنصر أو من باردو والمنيهلة. دخل طور العمل اليوم بعد أن مر على أشغاله قرابة السنة. حبينا نفتحوه، وكان هذا يبادر مع السيد رئيس الحكومة وعند السيد وزير التجهيز أنه يفتح مع العطلة بالنسبة للعيد المبارك، وكذلك بالنسبة للعودة المدرسية بشكل اختناق المروري اللي كانت تشهده المنطقة هذه، خاصة أنه متاخمة الأحياء السكنية فيها عدد كبير من السكان. المشروع عرف عدة تعطيلات بسبب تحويل الشبكات العمومية المتواجدة بحوزة المشروع وصعوبة تيسير حركة مرور العربات، وتحديدا عند تقاطع طريق X20 الذي شهد اكتظاظا. لكن المشكلة العقارية كان من أهم الأسباب التي ساهمت في تعطيل الكثير من المشاريع الوطنية. مشكورين كل الإخوة المستحقين والمالكي الأراضي هنا، رغم بعض الصعوبات اللي لقيناها في فترة ما، ولكن تغلبنا على كل الصعوبات وتوقع خلاص مستحقاتهم بنسبة مئوية معينة. تضمن المشروع كذلك أشغال تهيئة الطرقات الجانبية والمفترقات الدائرية وأشغال تصريف مياه الأمطار وتركيز الإنارات العمومية على كامل الطريق والإشارات العمومية والأفقية اللازمة وتحويل الشبكات العمومية المتواجدة بحوزة المشروع والتي بلغت كلفته 16.5 مليون دينار إضافة إلى 2 مليون دينار مصاريف أخرى. نقايس على مستوى السيكوريتي، ثم بلايك لازم تتحط، ثم شوية إشارات. 3000 مشروع في طور الإنجاز بقيمة تقريب 4200 مليون دينار. مشاريع البنية التحتية في تونس بعضها قد أنجز، وعشر محاولات أخرى في طور الإنجاز. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا، تتابعون فيها بعد قليل. أكثر من 2 مليون حاج، بينهم 8300 تونسي، يستعدون للتوجه إلى ميناء ابتداء من الغد. شهدت أسواق بيع الأضاحي خلال يومين من أو قبل يومين من العيد ارتفاعا في الحركية وإقبال المواطنين، فيما يواصل المواطن التذمر من ارتفاع الأسعار، ويشكو التاجر والفلاح من قلة الإقبال. قبيل عيد الأضحى بدأت الحركية تنشط في نقاط بيع الخرفان التي أضحت قبلة المواطنين. البعض منهم اختار التوجه إلى نقطة البيع بالميزان التابعة لشركة اللحوم، والتي حددت سعر البيع ب10 دنانير و500 مليم للكيلوغرام الواحد. نعتبر الأسعار معناها موضوعين أقل من عام ناوي، دونك الناس كل تشهد بأن الأسعار على مستوى يعني السوق أقل، وبالتالي في سعر معقول ب10 دينارات و500. تمشي الأصحاب الأخرين تقام مثلا العلوش كما كيف شقار 650، وهنا يتيح لك 600 ألف باهي. ب10500 غالي على المواطن، علوش متاع 66 كيلو يتكلف له 650 و660 ألف. النقاط الأخرى لبيع أضاحي العيد استقبلت بدورها عدداً كبيراً من الزوار الذين اختاروها لتنوع العرض، فيما تباينت الآراء بين مواطن يتذمر من غلاء الأسعار وتاجر يشكو قلة الإقبال. غار يا نار، هذا علوش تحصنين، هذا علوش تحصنين، باش تخرجوا 3000. قلت البارح السوم أحسن منك، أنا تو خذيت لصاحبي اللي هنا علوش أغلى، ثم تجي 30000 زايد. نقول ب700 وهو يقول لي ب400، وتقول ب400 زيد يضربك. شكرت شيء ب40، شكرت بوشونيت ب65000. نقاط بيع لحم الخرفان بالتفصيل أصبحت بدورها ملاذ المواطنين الذين لم يقدروا على مجابهة أسعار الأضاحي هذا العام. العلوش غالي الأيامات هذه، وكما يقول واحد ما يخلطش، ياخذ حاجة صغيرة ويزيد يكمل معها طريف الحم، والله نصلي على النبي. أنا معنا نشي علوش ظريف ونزيد شوية الحم. بين مواطن يشكو من غلاء الأسعار وتدهور مقدرته الشرائية، وفلاح متخوف على مستقبل القطاع في ظل الارتفاع المتواصل لتكلفة تربية الخرفان، كان المشهد العام للعيد هذه السنة مناسبة تكشف بين طيتها عن الصعوبات التي يعاني منها المواطن والفلاح على حد سواء.
وفي سياق ذي الصلة، عبر بعض المواطنين عن تذمرهم بعد شرائهم لأضاحي مريضة حسب قولهم، وذلك من نقطة البيع التابعة لشركة اللحوم، فيما أكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم إلياس بن عامر أن الخرفان المستخدمة إلى نقاط البيع الخاصة بالشركة تخضع إلى رقابة صحية دقيقة، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الخرفان فقط تم إرجاعه بعد شرائه من نقاط البيع التابعة للشركة من قبل مواطنين. خذيناه امبارح فهمتوا لا ب 500 وحوالي تقريبا 50 دينار 550 دينار، روحنا به في الليل، روحنا به العشيه معناها للدار، كتشوف ظلاسته معناها البارح بيتي كح شيء غريب. عندنا لجنه فنيه اللي هي تقوم معاينه الاضاحي، وفيها طبيب بيطري، فيها مختص في الجوده، وفيها مختصين في الماشيه. المواطن اللي يروح بالعلوش نتاعو بالاضحيه نتاعو ويلقى فيها اشكال معناها خفي، يرجع للشركه ويتم تعويضه. هذا هو معناها المبدا اللي متعامل به. قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد التخفيض في رواتب أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة ب30%، وذلك في إطار الضغط على مصاريف الدولة. التخفيض في المنح والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة ب30% من مقدار المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الجملية المخولة لعضو الحكومة، بالإضافة إلى التخفيض في حصص الوقود المسندة لهم بنسبة 20%. قرارات اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاتفاق مع جميع الوزراء وكتاب الدولة بغاية دعم الموارد المالية وترشيد النفقات الإدارية. الحكومة وأعضاء الحكومة يعطيوا المثل أنه اليوم تونس محتاجة أنه تضحياتها تضحية أولادها، وأنه اليوم أعضاء الحكومة الكبار الموظفين رؤوس الأموال رجال الأعمال هما اللي مطالبين باش يعطيوا أكثر. إجراءات ثمنها خبراء في المجال داعين إلى أهمية ترشيد مصاريف الدولة كإجراء هام قد يعفي الحكومة من اللجوء إلى سياسات التقشف. يخلي الحكومة تجم تدخل في مفاوضات بإمكانيات أحسن، رأوا أكثر منها سياسة التقشف في ترشيد مصاريف الدولة في بلاد اللي اليوم 14% من الناتج الداخلي الخام يمشي معناها أجور موظفين. يعني كلفة الإدارة كلفة باهظة، وكلفة الإدارة تتكلف عليها ينجر عنها تدين، وتدين يخلصوه الأجيال القادمة يعني أولادنا أولاد أولادنا. في سياق متصل وبخصوص تصريح أعضاء الحكومة بممتلكاتهم وفق ما تعهد به يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب، أكد المتحدث باسم الحكومة أياد الدهماني أن القائمة النهائية ستكون جاهزة في الأجال المحددة، وهي ألا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تسلم الحكومة لمهامها. اليوم عنا خلية في رئاسة الحكومة قاعد تتابع مع أعضاء الحكومة، تقريبا أغلبية الأعضاء قاموا بالتصريح متاعهم، ولكن يعني معناتها اليوم تكون عنا القائمة النهائية، وإحنا متأكدين أنه كافة أعضاء الحكومة باش يقوموا بالتصريح بالمكاسب متاعهم، وإحنا كي يكتمل الملف باش نخرجوا معناتها للرأي العام القائمة والتصريح قائمة التصريح اللي قامت تم إيداعها لدى دائرة المحاسبات. إجراءات تسعى الحكومة أن تكون سباقة في اتخاذها لما لها من أثر إيجابي على الموازنات المالية لها، وهي خطوة أولى في إطار ترشيد نفقات الدولة. مثل الوضع الأمني بالبلاد واستعدادات الحكومة لإنجاح العودة المدرسية وعيد الأضحى محور لقاء جمع اليوم رئيس الدولة برئيس الحكومة، كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازنات المالية الكبرى للبلاد. في موضوع آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته اليوم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عفوا خاصا يقضي بالإفراج عن 248 سجينا مبتدئا، كما قال نص البيان، صدرت في حقهم أحكام بتهمة استهلاك مادة مخدرة. يستعد مليونا حاج بينهم 8300 تونسي للتوجه إلى منى في يوم التروية عشية بداية مناسك الحج، وقد خصصت المملكة العربية السعودية اعتمادات مالية وأمنية هائلة إلى جانب تخصيص أكثر من 160,000 شرطي لتأمين حجاج بيت الله الحرام.
الله أكبر الله أكبر. بعد تأدية صلاة الجمعة في مكة المكرمة، يستعد أكثر من 2 مليون حاج للتوجه إلى ميناء غدا في يوم التروية وسط إجراءات أمنية مشددة. ويتواجد حاليا في السعودية حوالي 8300 حاج وحاجة تونسيين يؤدون مناسكهم وسط إجراءات تنظيمية عالية تحت إشراف المرشدين والمرشدات، وفق ما أفاد به رئيس البعثة الإدارية من وزارة الشؤون الدينية في السعودية سليم بشيخ. ولتفادي التأخير في العناية بالحجاج المرضى أو من يفقدون الوعي أو يجرفهم التدافع، بدأ السعوديون تزويد الحجاج بأساور إلكترونية تعرف بهم. حملة الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها السعودية على خلفية حادثة التدافع التي وصفت بالأكثر دموية في تاريخ الحج والتي راح ضحيتها أكثر من 2300 حاج، دفعت بها إلى إقامة عرض عسكري خاص بتأمين الحجاج، عرضت فيه القوة الهائلة التي وضعتها لحماية ضيوف الرحمن في أدائهم للمشاعر المقدسة. تصل مداخيل الحج في السعودية لأكثر من 30 مليار دولار، ما جعل أهميته في ميزانية المملكة السعودية تزداد أمام تهاوي أسعار البترول. إلى أخبار العالم الآن وعرض سريع لأبرزها. شارك عشرات آلاف الإيرانيين في مظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بما اسموه بجرائم النظام السعودي ضد العالم الإسلامي. وجه المتظاهرون انتقادات حادة للنظام السعودي واتهموه بتسييس شعائر الحج من خلال منع حجاج عدد من الدول الإسلامية من الذهاب إلى الديار المقدسة حسب تعبيرهم. تتفاوض المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على بيع 1 مليون برميل من النفط الخام للصين من ميناء رزلانوف، وهي ثاني شحنة تعرض للتصدير من الميناء في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع تحميل الشحنة في 18 من الشهر الجاري. في إطار عملية درع الفرات التي تهدف إلى تطهير الحدود السورية من متطرفي ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابية والمقاتلين السوريين الأكراد، نفذ طائرات ودبابات تركية ضربات جوية وبرية ثابتة شمال سوريا. فرقت الشرطة التركية بواسطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو 200 متظاهر كانوا يحتجون جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية على وقف آلاف المدرسين عن العمل. تتهم السلطات التركية مدرسين شاملهم القرار بصلات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية في غمرة حملة تطهير في قطاع التعليم وقطاعات أخرى عقبت محاولة الانقلاب. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عواقب خطيرة بعد تأكيد بيونغ يانغ إجراء تجربة نووية جديدة. النظام الكوري الشمالي أعلن أنه أجرى 5 تجربة نووية ناجحة، وصفتها كوريا الجنوبية بعد رصد زلزال بلغت شدته 5.3 درجات بأنها الأقوى حتى الآن. والآن حان وقت العرض الرياضي وطنيا ودوليا مع أيمن زروق. أيمن تفضل. شكرا مكي، مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الرياضي. دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لحساب المجموعة الأولى وفي ملعب علي زواوي بالقيروان، فاز النادي البنزرتي على شبيبة القيروان بهدف دون رد سجله المهاجم الجابوني برانس إبارا في الدقيقة 32 من زمن المباراة. هذا وأهدر مرتضى بن والناس ضربة جزاء للنادي البنزرتي في الدقيقة 20 من الشوط الأول. يكون تنفيذ ضربة الجزاء ويتصدى الحارس على القلعة. وفي مباريات أخرى لحساب نفس الجولة، فاز النادي الرياضي صفاقسي على أولمبيك سيدي بوزيد بهدف دون رد سجله ماهر الحناشي في الدقيقة 72 من زمن المباراة. كما تفوق مستقبل جابس على الأولمبي الباجي بهدفين دون رد سجلهما أمير العمراني وفهمي قاسم. وستقام غدا بقية المباريات، حيث يستقبل الترجي الرياضي تونسي نظيره الملعب الجابسي انطلاقا من 3:30 ظهرا في ملعب رادس، كما يستقبل النجم الساحلي ترجي جرجيس في ملعب سوسة الأولمبي انطلاقا من 6:00 مساء.
في نفس السياق، عقد عشية اليوم مدرب الترجي الرياضي التونسي عمار سويح ندوة صحفية للحديث عن مواجهة الملعب الجيبسي غدا لحساب الجولة الأولى من البطولة، حيث أكد سويح على ضرورة تجاوز فرحة التتويج بالكأس والظهور بالمستوى المطلوب من أجل بداية جيدة في سباق البطولة. ومن جهة أخرى أكد اللاعبون أن البطولة تعد من الأهداف الرئيسية للفريق هذا الموسم بعد غيابها عن خزينة النادي لموسمين متتاليين. مباراة خلينا نقول افتتاح ثم جاية بعد تتويج معناها بالكاس، فإن شاء الله نكونوا جاهزين لأنه الحدث اللي صار هو مسؤولية على عاتقنا، ومن المستحسن باش نكونوا في أفضل حالاتنا ونقدم أفضل ما عندنا حتى ناخذ أكثر يعني وقت باش نخدم في ظروف معناها طيبة. مي ملعب الجيبسي ديما معناتها إيكيب تبقى محترمة اللي معناتها تقلقنا في أي وقت، مي احنا ان شاء الله كان نلعب كورتنا وكل شيء، في بالي ما تخوفنا حتى كيب. الترجي طبعا عنده مواسم بعيده على التيتر، ان شاء الله الموسم هذا بجوريت الحاضرين بالستاف اللي قاعد بجوريت اللي قاعدوا من عامنا واللي السنه جاو، ان شاء الله نعملوا سيزون باهيه برشا وان شاء الله نحققوا البطوله. تمكنت روعة ليلي من إهداء تونس ذهبيتها الأولى في دورة الألعاب البارالمبية ريو 2016 بعد إحرازها المرتبة الأولى في مسابقة رمي الجلة برمية قدرها 10 أمتار و19 سنتيمترا أمام تونسية الأخرى سمر بن كعلاب التي حققت بدورها الميدالية الفضية في نفس المسابقة برمية قدرها 8 أمتار و36 سنتيمترا. هذا وتحصلت مروى البراهمي على ميدالية ذهبية ثانية في رياضة رمي الصولجان محطمة الرقم القياسي العالمي في اللعبة برمية قدرت ب 26 مترا و93 سنتيمترا. البراهمي 26 متر و93 مروى البراهمي. المسابقة كانت ورقم عالمي المروى البراهيمي. إذن إلى كرة اليد، حيث قررت لجنة التأديب في الجامعة التونسية لكرة اليد تسليط جملة من العقوبات ضد لاعب المنتخب ونادي الإفريقي عبد الحق بن صالح، وذلك بسبب مغادرة اللاعب المذكور لتربص المنتخب الوطني قبل الألعاب الأولمبية وتصريحاته التي اعتبرها المكتب الجامعي مسيئة للمنتخب. وبيّن البلاغ الصادر عن الجامعة تسليط عقوبة مالية على اللاعب بقيمة 60 ألف دينارا إلى جانب حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي على صعيد الأندية داخل وخارج تونس لمدة 4 أشهر. توج منذ قليل المنتخب الوطني التونسي للأصغر في كرة اليد بكأس إفريقيا لأقل من 17 عاما والتي تقام فعاليتها في العاصمة المالية باماكو بعد فوز نسور قرطاج في النهائي أمام المنتخب المصري بنتيجة 26-25. نبقى في كرة اليد، وبعد أن أنهى مشاركته في مونديال الأندية في المرتبة الخامسة توج لاعب الترجي الرياضي التونسي أنيس المحمودي بجائزة أفضل هدف في الدورة ب 23 هدفا من جملة 31 تسديدة بنسبة نجاح بلغت 74%، كما حل حارس فريق بسويقة مروان مجايز في المرتبة الثانية في ترتيب الحراس خلف حارس مرمى فريق فيف كيلسي البولندي. دوليا، وفي انجلترا سيكون ملعب اولد ترافورد مسرحا للمواجهه الاولى في الدوري الانجليزي الممتاز بين البرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وغريمه الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. اللقاء سيشهد غياب هداف مانشستر سيتي الارجنتيني كون اغويرو، فيما سيخوض اليونايتد اللقاء كامل الصفوف. ووصفت وسائل الاعلام البريطانيه اللقاء بانه الاكثر قيمه ماليه في تاريخ كره القدم، حيث سيصل اجمالي التكلفه المادية للاعب الفريقين الذين سيتواجدون على أرضية الملعب إلى أكثر من 890 مليون دولار. وبهذه الأرقام الخيالية نصل إلى نهاية الموجز الرياضي، والمشوار متواصل معك مكي. فعلا الأرقام خيالية. أيمن، نشكرك على هذا الموجز الرياضي. لم يبقى لنا إلا أن نذكر بالعناوين قبل أن نختم. بمناسبة عطلة عيد الأضحى، محطات النقل البري تشهد اكتظاظاً، ووزارة النقل تؤكد تأمين سفرات إضافية.
تنوع ووفرة في العرض بسوق الأضاحي وتذمر المستهلكين من غلاء الأسعار. والحكومة تقرر التخفيض في أجور الوزراء وكتاب الدولة وتؤكد أن قائمة تصريح أعضائها بممتلكاتهم ستكون جاهزة وفق الآجال المحددة. هذا كل ما لدينا في جولة الثامنة مساء لهذه الليلة. شكرا على التفضل بمتابعتها. دمتم بخير وإلى اللقاء.